السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنحل بعض مسائل في جزء البروتكشن. مدين هنا مثال، طبعا هنا بيبقى موجود السورس اللي هو الجنريتور أو من ناحية الترانسفورمر يعني. بقول لي عندي زي ترانسميشن لاين حصل فولت مقداره 6000 أمبير. الكارنت ترانسفورمر اللي موجود 500 ل 5، قلنا الكارنت ترانسفورمر دي ريشيو ما بين التيار بتاع البرايمري وتيار السكندري، يعني لو ماشي في البرايمري 500 امبير هينزل في السكندري الى 5 امبير. الريلي اللي موجود هنا مظبوط على بلاك سيتنج 150% والتايم سيتنج او تايم دايل سيتنج بتاعه على نص. باقي التيبل قلنا بدي لك يا اما تيبل يا اما بدي لك كاركترستيك اللي علاقه ما بين تيار الفصل او البلاك سيتنج ملتيبلاير و زمن الفصل. ممكن ادولك مثلا عند تايم دايل او تايم سيتنج ايكوال 1 زي الجدول دوت، فتيجي مثلا عند ملتيبلاير مثلا مرتين يعني ضعف البلاك سيتنج باثنين، ساعتها يفصل عند 10 ثواني، عند 3.6 يفصل مثلا سي عند 6 ثواني اند سو اون. كل ما هنزود في البلاك سيتنج ملتيبلاير او في التيار كل ما زمن الفصل بيقل. طيب التايم سيتنج بنص، البلاك سيتنج ب 150%. قلنا البلاك سيتنج دايما ريشيو من السكندري بتاع السي تي، يعني السكندري هنا بتاع السي تي 5 امبير، وبالتالي البلاك سيتنج كامبير، البلاك سيتنج كامبير هيساوي 150% اللي هي 150 على 100 يعني مضروبه في ال 5 امبير يطلع 7.5. يبقى لو مش كان 7.5 امبير او اكتر هيبدا الريلي بتاعي يفصل، يبقى الريلي مظبوط على 7.5 امبير. طيب المفترض ان عند اي فولت ب 6000 امبير، طب اي فولت ب 6000 امبير ده الزمن بتاعه او الفولت كارنت بتاعي 6000 امبير، يا ترى ده ناحيه البرايمري، ناحيه السكندري بالاي فولت بكام؟ يبقى الاي فولت هنا ناحيه السكندري بتاع السي تي، الاي فولت من ناحيه السكندري هيساوي الاي فولت من ناحيه البرايمري اللي هو 6000 امبير، وهضربه في التيرنز ريشيو العكسيه اللي هي 5 على 500. طبيعي ان هو هيقل، ممكن الصفرين دول يطيروا من هنا والخمسة هتطير مع الخمسة، يتبقى لي 60 امبير. 60 امبير، اذا البلاك سيتنج ملتيبلاير اذا هيمشي هنا في السكندري بتاع سي تي في التيار الملف الثانوي بتاع سي تي 60 امبير. ده كم مره من البلاك سيتنج اللي احنا بنسميها باسم البلاك سيتنج ملتيبلاير، مضاعفات البلاك سيتنج. والله 60 امبير، هقول اذا البلاك سيتنج ملتيبلاير هيساوي 60 امبير وهقسمها على البلاك سيتنج اللي هي 7.5، تطلع القيمة ديت 60 على 7.5. استخدم الآلة، ادي 60 واقسمها على 7.5، تطلع القيمة ديت 60 على 7.5، تطلع ب 8. يبقى دي تطلع ب 8، اذا البلاك سيتنج ملتيبلاير بتاعنا ب 8. حاجه ادور هنا على البلاك سيتنج ملتيبلاير، والله لو كان 10 كنت هقول هيفصل، لو البلاك سيتنج ملتيبلاير بتاعي ب 10 كنت هقول هيفصل مثلا بعد سنتين وتمانين من 10، والبلاك سيتنج 15، لا دي طلعت 8، حاجه ما بين الخمسة وال 10. عندي حلين، يا اما ارسم الجراف دوت في ورقه واجيب بالتقريب عند ال 8، انا عندي نقطه ال 5 وعندي نقطه ال 10 واجيب ما بينهم، او للتسهيل ممكن نستخدم الانتربوليشن. الانتربوليشن اللي هو هفترض ما بين الخمسة والعشرة اكن ديت حته لينير، وبالتالي نفس السلوب، اذا دلتا واي على دلتا الاكس هي دلتا واي على دلتا الاكس. بمعنى ايه؟ هفترض هنا الثمانية هتبقى موجوده هنا والتايم اللي قصادها اسمه اكس، يبقى اذا 10 ناقص 5، 10 ناقص 5 الزمن اللي قصاد ال 10 2.8 من 10، الزمن اللي قصاد ال 5 3.9 من 10 هيساوي 10 ماينس 8، الزمن اللي قصاد ال 10 2.8 من 10، الزمن اللي قصاد ال 8 هو الاكس. الاكس عايز اجيبها من المعادله ديت، ممكن 10 ناقص 8 ب 2 يعني 2 على الكسر دوت، طبعا ديت ممكن اسيبها في سايد لوحدها، تبقى 2 مقسومه على 2.8 من 10 ماينس اكس هيساوي القيمه ديت اللي هي عباره عن 5 مقسومه على 2.8 من 10، اعتقد 1.1 من 10 تطلع ماينس 1.1 من 10. هضرب الاثنين في ماينس 1.1 من 10
وهساويها بخمسة، يعني اكني بعمل طرفين في وسطين، وبالتالي هنا يبقى 2.8 من عشرة ماينس اكس المفترض دوت هيتضرب في خمسة، هقسم بالمرة دي على الخمسة، 2 في ماينس 1.1 من عشرة، 2 في ماينس 1.1 من عشرة، وتسب على خمسة. اذا الاكس هجيب الاكس هنا وهودي دوت بالبوزيتيف، اذا الاكس بتاعتي او التايم بتاعي هيساوي ودي الناحية دي وهدي الناحية دي، يبقى 2.8 من عشرة، ده بالماينس هيبقى بوزيتيف، يبقى زائد 2.2 من عشرة مقسومة على خمسة، ديت هي القيمة بتاعتي، نحسبها 2.2 من عشرة مقسومة على الخمسة، 2.2 مقسومة على الخمسة هتساوي 0.44. لو جمعتها على 2.8 من عشرة و 2.8 من عشرة يطلع 3.24 بالتقريب، 0.44 لو جمعتها يطلع 3.24 سكند. اذا التايم بتاعنا المفترض انه هيفصل الريلي دوت بعد 3.24 من 100 سكند، ومتاكد مفترض الزمن يكون ما بين 2.8 من عشرة و 3.9 من عشرة، طلع 3.24. طيب هيفصل بعد 3.24، ده لو كان التايم دايل مظبوط على واحد، لكن هنا قال لك التايم سيتنج مظبوط على كام؟ على نص، وبالتالي يعني هو مسرع ريلي. لو التايم دايل عند واحد او التايم سيتنج عند واحد هاخد التايم اللي موجود عندي في الجدول، لكن مسرع ريلي للنص عايزه يبقى اسرع شويه. اذا التايم الاكشوال، التايم اكشوال هيساوي النص في القيمه بتاعه 3.24 دوت 1.5، ودي تطلع تقريبا 1.72 سكند. اذا الريلي هيفصل بعد 1.72 سكند، ده زمن الفصل. مثال بسيط جدا جبنا منه البلاك سيتنج وجبت منه الاي فولت، البلاك سيتنج مالتيبلاير طلع 8 مرات، الثمانية يمكن هي كانت اصعب حته في المساله، حته انتربليشن بسيطه جدا عملتها وطلع الزمن حوالي 3.24 بالتقريب، من 3.24 لما اضربه في النص يبقى الريلي دوت هيفصل فعليا، هيصبر او هيستنى على الفولت دوت ثانية و7 من عشرة. مثال تاني بس هيبقى اصعب شويه، ناخد مثال تاني. بيقول لي هنا في المثال الثاني عندي ادي الجنريتور او السورس، عندي الاقرب للسورس السي تي بتاعه 200 لواحد، برضو ناحيه الفولت او ناحيه اللود 200 الى 1، الاثنين اللي ناحيه السورس البلاك سيتنج بتاعته 125%، البلاك سيتنج 125%، خلي بالك السكندري 1 امبير مش 5 امبير زي المثال اللي فات، بينما اللي موجود ناحيه السورس البلاك سيتنج بتاعه، البلاك سيتنج هنا اللي موجود ناحيه اللود البلاك سيتنج بتاعه 100%. بيقول لك لو حصل فولت، لو حصل فولت هنا مقدار تيار الفولت 2000 امبير، لو حصل فولت هنا 2000 امبير ده اي فولت، وكان التايم سيتنج هنا، التايم سيتنج طبعا دايما كل ما بيبقى على السورس بنحاول نخلي السي تي يفصل اسرع او الريلي يكون اسرع، فقال لك هنا مظبوط عند 0.2، يعني التايم سيتنج هنا مظبوط عند 0.2، انا عايزه يفصل اسرع ما يمكن، لان الطبيعي زي ما قلنا خصوصا في الراديال ديستريبيوشن، مثلا لو انا عندي باسبار بالمنظر ده وده الجنريتور، فممكن اظبط دوت مثلا عند 0.1 اسرع ما يمكن، ده انا عايزه يكون اسرع واحد، ده سي 0.4، ده مثلا سي 0.7 سكند، بحيث لو حصل هنا فولت، طبعا الفولت هيمشي بالثلاثه، لكن مين هيبقى اسرع؟ الاسرع ناحيه الفولت، وبالتالي ده اللي هيفصل، بينما الفولت لو حصل هنا الكرنت هيمشي كده، طبعا ده مش هيحس باي حاجه، وبالتالي مين هيبقى اسرع في الاثنين؟ الاسرع اللي هو 0.4 and so on. فدايما بنحاول نخلي ابعد واحد عن السورس بيكون اسرع ما يمكن، عشان كده هو بيقول لك هنا التايم سيتنج 0.2، وبقول لك سيب تايم مارجن، يعني مطلوب منك انك تسيب تايم مارجن فرق ما بين التو ريليز، عشان لو ده ما فصلش يبقى دوت باك اب بالنسبه له، قال لك في حدود نص سكند، يعني لو ده ما فصلش دوت يفصل بعديه بنص ثانيه. احسب هنا التايم سيتنج نعملها كام؟ يا ترى التايم سيتنج هنا نعملها كام؟ ونشوف زمن الفصل التي اوبريشن هنا كام؟
والتي اوبريشن برضو هنا هيبقى كام. طيب البلاك سيتنج هنا 100%، البلاك سيتنج هنا 100%، هبدا من ناحيه اللود زي المثال اللي فات بالظبط. البلاك سيتنج 100% 100% يعني واحد صحيح من السكندري بتاع السي تي 1 امبير، فيطلع لي 1 امبير. اذا الريلي مظبوط هنا على 1 امبير، الريلي مظبوط هنا على ال 1 امبير. طيب الاي فولت ناحيه السكندري هو عباره عن 2000 امبير، هوديه ناحيه السكندري دوت، يبقى هضرب في 1 على 200 يطلع لي الاي فولت 10 امبير من ناحيه السكندري، يعني السي تي هينقله الناحيه الثانيه ل 10 امبير، وبالتالي يبقى البلاج سيتنج مالتبلاير هيساوي ال 10 امبير واقسمها على 1 يطلع لي 10. يعني كده التيار الفولت دوت 10 مرات او 10 مضاعفات من التيار اللي انا ظابط عليه بحيث ان يبدا الريلي يشتغل. من الجدول على طول هلاقي ال 10 جاهزه اهي. اذا التايم بتاع الاوبريشن، التايم بتاع الاوبريشن، بس خلي بالك التايم بتاع الاوبريشن دوت عند تايم دايل بكام؟ عند تايم سيتنج او تايم دايل سيتنج بكام؟ بواحد، هيساوي 2.8. المفترض ده يفصل بعد 2.8 سكند لو انا سايب التايم دايل على اسرع ما يمكن. لا، ده 2.8 في تايم سيتنج هنا نظبطه على 0.2، يعني انا مسرع الريلي، مسرع الريلي، وبالتالي هنا التي اوبريشن عند تايم سيتنج ايكوال 0.2 هيساوي 0.2 مضروبه في 2.8، تطلع القيمه ديت 0.2 في 2.8 تطلع القيمه ديت 0.56 سكند، يعني تقريبا الريلي دوت هيقعد نص ثانيه. طيب قال لي سيب تايم للاوبريشن، تايم مارجن ما بين الاثنين، عشان لو ده ما فصلش لا قدر الله يبقى دوت هو اللي يفصل في حدود نص ثانيه. اذا التي اوبريشن بتاع دوت المفترض اظبط دوت، انا عايز ده يفصل التي اوبريشن، هكتب جنبها كده ريكوايرد المطلوب مني، انا هسيب نص ثانيه، هيبقى نص ثانيه بلس 0.54 يطلع لي ثانيه 0.04 سكند، يبقى المفروض الريلي دوت يفصل بعد ثانيه و 0.04 من الثانيه. طيب هيفصل بعد ثانية 0.24. طيب نمسك كده البلاك سيتنج بتاعه كام؟ البلاك سيتنج بتاعه هنا عشان اشوف اظبطها ازاي. البلاك سيتنج، البلاك سيتنج والله 125% مضروبة في 1 امبير يطلع 1.25، 1.25. اذا البلاك سيتنج مالتبلاير الفولت هو هو نفسه، الفولت اللي ماشي هنا هو نفس الفولت اللي ماشي هنا، يعني هقسم الاي فولت سكندري اللي هي 10 على 1.25 تطلع 8. 8 دي اللي هي كانت في المثال اللي فات كان التايم بتاع الاوبريشن اللي جبناها من الانتربريشن بتاعها، المفترض التايم بتاعها بس عند تايم سيتنج بيساوي 1 كان 3.24 سكند. لو انا ظبطت ده على تايم سيتنج ب 1 ده هيفصل بعد 3.24، طب ده هيفصل بعد قد ايه؟ 0.5. وبالتالي كده المارجن انا مش بحقق المارجن اللي بينهم، لان انا عايز اسيب شيفت ما بينهم نص ثانيه. طب اظبط ده على كام؟ انا عايز ده براكتيكال يفصل بعد ثانيه 0.04، بعد حوالي ثانيه تقريبا. اذا التايم سيتنج بتاع ده، التايم سيتنج المفترض المطلوب او اللي انا هظبط عليه، انا عايز الاكشوال تايم 0.014، لكن ده براكتيكال هيفصل بعد 3.24. لو قسمت القيمه ديت 1.04 على 3.24 تطلع تقريبا 0.32، تطلع القيمة دي تقريبا 0.32. والله لو الريلي في إمكانية زي الديجيتال ريليز إن أنا أظبط عند 0.32 هظبطها عند 0.32، لو مفيش إمكانية مثلا حاجة مثلا زي القديمة شوية اللي هي الأنالوج والإلكتروميكانيكال ريليز مثلا متاح لي سي 30%، بيبقى حاجه زي القرص كده مثلا، هنا متاح لي 30% وهنا متاح لي 40%. والله لو انت ظبطت على 30% هيفصل اسرع شويه، يعني مش هيحقق النص ثانيه، ممكن يحقق مثلا 0.45 ثانيه، او اظبط على ال 40%. لو ظبطت على 40% ساعتها هيبقى تايم مارجن اكتر من النص، لكن لو عندي حاجه ديجيتال واقدر اظبط لحد 0.32 هظبط على تايم سيتنج 0.32. المثال الثالث، ناخد مثال كمان.
بيقول لي 20 ميجا فولت امبير ترانسفورمر، ترانسفورمر 20 ميجا فولت امبير. عندي هنا ترانسفورمر، ترانسفورمر دوت 20 ميجا فولت امبير 11 كيلو فولت. طبعا دي الفي لاين تو لاين 11 كيلو فولت، دي الاس بتاعته اللي هي الفول لود باور، و11 كيلو فولت مسموح. بيقول لك اسمح لي باوفرلود، اسمح لي باوفرلود 30%. هنشوف دي هنتصرف فيها ازاي. الترانسفورمر دوت بيغذي سيركت بريكر، او في بيحميه سيركت بريكر، وفي هنا خارج للاحمال. السي تي اللي موجود عند الترانسفورمر هنا 1000 على 5، يعني كل 1000 امبير بينزلهم ل 5 امبير. بينما الفيدر دوت، الفيدر معناه المغذي او التفريعه بتاعته ديت 400 الى 5، دي قيمه الفيدر دوت. اولد كارنت ترانسفورمر من نوع الاوفر كارنت ريليز، ريليز الفيدر دوت مظبوط على بلاك سيتنج 125%، البلاك سيتنج 125%، والتايم سيتنج مظبوط على 0.3 على 0. طبعا بنشتغل بنفس الجدول ده، مظبوط عند تايم دايل او تايم سيتنج بواحد، لكن دوت هنضرب الزمن احنا هنجيبه من الجدول دوت في 0.3. بقول لك لو حصل فولت هنا مقداره 5000 امبير. يا ريت في بدايه كل مساله تحاول انت توقف الفيديو وتحاول تحل المساله مع نفسك. If 3 phase fault of 5000 امبير، احسب الاوبريتنج تايم اوف ذا فيدر ريلي، التي اوبريشن هنا بكام؟ يا ترى ده هيفصل بعد وقت قد ايه؟ ده اول مطلوب، ده اول مطلوب في المساله. المينيمم بلاك سيتنج يا ترى نحط هنا، وخلي بالك من كلمه مينيمم، بقول لك المينيمم بلاك سيتنج تظبط البلاك سيتنج هنا على كام؟ 100% 105%، علما بان مسموح لك ستيبس 25% اللي هو الالكتروميكانيكال القديم، يعني مسموح لي ان انا اظبط على 100% 125 150 175 ان سو اون. الستيب هنا هو مديها لي هنا في المساله، بيقول لي الستيبس بتاعتك 25%. هنشوف ديت هنتصرف فيها ازاي. وفي الاخر بيقول لي احسب التايم سيتنج، احسب التايم سيتنج برضو، علما بان احنا هنسيب ما بين الاثنين تايم مارجن، ما بين الاثنين دولت في تايم مارجن نص ثانيه، نفس المساله اللي فاتت، مع فرق هنا ان انا بقول لك هنا ابدا انت اظبط او قول لي احط بلاك سيتنج كام. نعملها ازاي ديت؟ زي ما قلت لك المفترض بتوقف الفيديو على كده وتحاول انت تحل. طيب لو عايزين نجيب الاوبريشن بتاع اول ريلي، اول ريلي هنا الاوبريشن بتاعه هي ازاي؟ الاوبريشن بتاع اول ريلي هو والله البلاك سيتنج، هاجي هنا البلاك سيتنج على 125%، هكتب هنا الفيدر، هنسمي البار دوت الفيدر والبار دوت الترانسفورمر. بالنسبة للفيدر فالبلاك سيتنج 125% من الخمسة امبير يطلع 6.25 امبير، اذا هو ظابط الريلي يفصل من عند 6.25 امبير. طيب الاي فولت هجيبه ناحيه السكندري، اي فولت بس من ناحيه السكندري هيساوي 5000، وهضرب في 5 على 400، صفرين دول هيطيروا مع صفرين، 250 على الاربعة فيها 62.5 امبير. اذا تيار الفولت في اللحظه ديت هيمثل هيتنقل ناحيه السكندري ب 62.5، وانت ظابط الريلي على 6.25، يعني من فوق 6.25 يبدا يفصل. اذا البلاك سيتنج انت كام مره المضاعفات بتاعتك من البلاك سيتنج؟ اذا البلاك سيتنج ملتبلاير هيساوي 62.5 وهقسم على 6.25 يطلع 10 مرات. التايم من الجدول على طول او من الكيرف، بس ده عند التايم سيتنج ايكوال 1، يبقى ده المفترض هيفصل عند كام؟ عند ثانيتين و8 من 10، 2.8 من 10 سكند. ده لو سايب التايم سيتنج على واحد، لا زي ما قلنا كل ما بنبعد عن السورس وبنحاول نسرع فهو سايب التايم سيتنج عند 0.3. اذا التي اوبريشن الاكشوال فعليا هيفصل بعد قد ايه؟ 0.3 من ال 2.8 من 10، 0.3 في 2.8 من 10 هتساوي 0.3 في 2.8 من 10 هتساوي 0.84 ثانية، يبقى ده هيفصل بعد 0.84 سكند. خلاص عرفت ان ده هيفصل بعد 0.84 ثانية، يبقى ده جبنا التي اوبريشن. نفس اول مسألة مفيش اي اختلاف فيها. طيب اجيب التاني هيفصل بعد وقت قد ايه؟
عشان اقدر اجيب التاني ما بقول لي البلاك سيتنج، ما انا عايز اعرف هنا البلاك سيتنج كام. طيب يعني ايه كلمه اوفر لود 30%؟ انا المفروض اسمح بتيار الفول لود الطبيعي وانا بظبط البلاك سيتنج. الطبيعي البلاك سيتنج لما اجي اظبطه تظبط الريلي على كام؟ ده اعلى الماكس او النورمال كارنت، ده اعلى تيار انت عايز تعديه مش عايز الريلي يفصل، وده المينيمم فولت اقل تيار ممكن يحصل في حاله الفولت. انت سيادتك لازم تظبط البلاك سيتنج في الرينج ده ان هو يكون اعلى من التيار المسموح به لكن في نفس الوقت يكون اقل من الفولت. طيب باي ديفولت كده الطبيعي ان الفول لود ان الترانسفورمر جايب 20 ميجا فولت امبير عشان اسمح للفول لود كارنت يمشي. لا ده قايل لك كمان زود اوفر لود كام؟ 30%. يعني تيار الفول لود هنا كام؟ هو والله اي فول لود هيساوي ال 20 ميجا فولت امبير 20 هضربها في 10 اس 6 وهقسم على 11000 جذر 3 اللي هي جذر 3 في الفي لاين يطلع لي الكارنت دوت 20 في 10 اس 6 على 11000 على جذر 3 يطلع تقريبا 1050 امبير، تقريبا 1050 امبير بالتالي. اذا الفول لود كارنت 1050 امبير، يبقى المفترض باي ديفولت كده ده المفروض الكارنت اللي ابدا اظبط من فوقيه 1050 امبير، اظبط الريلي فوق ال 1050 امبير. بس هو قال لي هنا زود اوفر لود 30%، يبقى المفترض عشان اسمح بالاوفر لود هضرب في 1.3 تطلع القيمه ديت حوالي 1360 امبير. اذا تيار الاوفر لود قال لي اسمح باوفر لود 30% هيساوي 1.3 من الاي فول لود، يعني هيطلع تقريبا 1366 امبير، 1366 امبير. طيب ازاي اظبط البلاك سيتنج؟ ده ناحيه السكندري بتاع سيتي، سيتي 5 الى 1000، 5 الى او 1000 الى 5 عشان اوديه ناحيه السيتي ده هيبقى كام القيمه ديت؟ تعالى كده نحسب الاي اوفر لود دوت بس من ناحيه السكندري. هيبقى 1366 او 1366 في 5 على 1000 تطلع القيمه ديت. عايز اعرف تقريبا اظبطها على كام؟ لو قسمت القيمه ديت ضربتها في 5 وقسمتها على 1000 تطلع القيمه ديت 6.8 امبير. اذا ال 6.8 امبير ده التيار اللي انا عايز اسمحه. طب بالراحه كده بيقول لي الستيب 25% يعني ايه؟ يعني مسموح لي مثلا اعمل بلاك سيتنج عند 100% وممكن 75%. 100% معناه انك تظبطه عند 5 امبير. لو انت ظبطت او قلنا هنا البلاك سيتنج 100% اذا الريلي هيبدا يشتغل من عند ال 5 امبير. طب ده اصلا النورمال اللي انا عايزه يعدي كام؟ 6.8 وبالتالي هو مش هيسمح بكده وبالتالي هنا ساعتها هيترب يعني هيفصل الدايره. اذا ما ينفعش اظبط عند 100%. طيب البلاك سيتنج هخليه 125%. 125% دي براكتيكال 6.25 امبير، 6.25 امبير. بينما انت عايز لو كان بنتكلم على الفول لود اللي هو ده كنت ممكن اظبط عند 125%، عند 125%، لكن هنا الاوفر لود 6.8، لو انت ظبطت على 6.25 اذا هو مش هيسمح بالاوفر لود. يبقى الطبيعي هنا هظبط عند 150%. 150% دي 7.5 امبير. وبالتالي هنا البلاك سيتنج 7.5 امبير وانت في الاوفر لود همشي اعلى حاجه 6.8 وبالتالي الريلي بتاعي مش هيفصل كاوفر لود بروتكشن، انا عايز يفصل في حاله الفولتس فقط وبالتالي هنا هظبطه على 150%. اذا البلاك سيتنج يبقى انا هظبط هنا البلاك سيتنج بتاعي على 150%. معناها كده ان هو هيشتغل على 7.5 امبير. نرجع نكمل المساله زي المساله قبلها. البلاك سيتنج 7.5 امبير، خلاص انا بكمل ده على الترانسفورمر، خلصنا الفيدر من بدري. 7.5 امبير، طيب الاي فولت البلاك الاي فولت من ناحيه السكندري عند الترانسفورمر اهو هيساوي 5000 في 5 على 1000 يطلع لي، طبعا الترانسفورمر دول هحطه هنا يطلع لي 25 امبير. 25 امبير كم مره من البلاك سيتنج؟ اذا البلاك سيتنج مالتبلاير هيساوي 25 وانا ظابط البلاك سيتنج على 7.5. وخلي بالك هنا كلمه مينيمم ليها معنى، لانه ليه لها معنى؟ لان يا دوبك انا جبت اول قيمه تنفع، يعني لو جه واحد قال لي 150 قطع 150% هي اللي هتعدي، طب 175%
برضه 175% هتسمح بمرور الاوفرلود، 200% هتسمح بمرور الاوفرلود، لكن هو قال لي هنا المينيمم بلاك سيتنج يا دوب اقل بلاك سيتنج ممكن اظبط عليه اللي هو هيكون ال 150%. طيب 25 على ال 7.5 تطلع كام ديت؟ لو قسمت ال 25 على 7.5 تطلع القيمة ديت تقريبا 3.333. البلاك سيتنج مالتبلاير للاسف مش موجود في الجدول، موجود هنا عند 3.33 يعني. اقدر احسب الزمن بتاعها، كام الزمن بتاعها؟ ممكن اسميه مثلا تي، يبقى الرقم دوت، وهستخدم الانتربليشن. هجيب الانتربليشن ازاي؟ هو والله دلتا واي 3.6 ناقص 2، الزمن اللي قصاد 3.6 6، الزمن اللي قصاد 2 10، هيساوي 3.6 ناقص 3.33، دي الزمن اللي قصادها 6، بينما الزمن اللي قصاد 3 سميته انا تي، معادله في مجهول اسمه تي. مفترض التي اللي هجيبه هيطلع بين 10 ثواني و 6 ثواني، دي هتبقى ماينس 1.6 او 1.6 لكن تحت هتبقى ماينس 4، هيساوي الرقم دوت 3 و هيطلع بوينت اعتقد 2.6667 بالمنظر ده، هيتقسم على 6 ماينس التي، اذا دي هضربها هنا هتبقى ماينس 4 في بوينت 2.667 هتساوي 6 ناقص تي، ودوت مقسوم هنا على 1.6، هات التي الناحيه دي وادي دوت بالبلس، اذا التي هتساوي 6 ثواني بلس، لازم تكون اعلى من 6 واقل من 10، الفاكتور دوت اللي هو 4 في بوينت 2.6667 مقسوم على 1.6، عذرا لو اخطات في الارقام. يطلع لي القيمه ديت 6 زائد 4 في، نكتب 4 الاول، في 0.26 على 1.6. القيمة ديت لما جمعها على 6 طلع لي كده هيطلع تقريبا 6.67 سكند، يبقى المفترض ده هيفصل لو كان ثابت او عند تايم سيتنج بواحد هيفصل عند 6. لا، ده هو بيسألني التايم سيتنج بكام؟ ليه؟ لأنه عايز يحقق مارجن نص ثانية. يبقى نرجع هنا الاوبريشن بتاع ده، ده زمن فصله كان كام؟ أعتقد زمن فصله كان في حدود 0.84 على ما أذكر يعني. هو كان 3.24 في الـ 0.8، كان أعتقد 0.8، أعتقد كان 0.8، أعتقد التي اوبريشن بتاع دوت التي اوبريشن مش متذكره قوي، بس متهيألي كان 0.84 سكند اللي تدخلني الذاكره يعني. اذا عشان اسيب نص ثانيه، يبقى هجمع على ده نص سكند. اذا التايم اوبريشن بتاع الترانسفورمر اللي انا عايز احققه هيساوي ال 0.84 زائد نص ثانيه، تطلع القيمه ديت 1.34 ثانيه. اذا انا عايز افصل بعد 1.3. طب ده براكتيكال هيفصل بعد كام؟ 6.68، ده لو تايم دايل سبته عند 1. لا، يبقى اذا هنا التايم سيتنج بتاعي، هيساوي 1.34، وده هيفصل عند 6.67. اقدر احسب منها القيمه بتاعتي، يطلع لي تقريبا 1.34 على 6.67، تطلع القيمة ديت تقريبا 0.2، يعني اعتقد هنا هيوصل عند 0.2 التايم سيتنج. يبقى هنا اظبط التايم سيتنج، طلع تقريبا اكيوريت، تقريبا 0.2 الا لو انا اخطات في الارقام او في بعض الفروض، فطلع لي التايم سيتنج هنا ب 0.2. اذا هظبط دوت على 0.2، بلاك سيتنج بتاعه هيكون على 150%، وهحقق بينهم تايم مارجن بالظبط في حدود 0.5. جزاكم الله خير.